هذا وقد نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية الوسطاني بمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. من جهته قال وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد، قال إن القافلة الطبية تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان. وقد أشار وكيل الوزارة في هذا الصدد إلى أنه تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا وتذليل جميع العقبات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. المبادرة الرئاسية بتعم كل القرى، وبنحاول أن احنا نعوض الخدمات الصحية عن طريق القوافل الصحية اللي هي بتبقى فيها كل التخصصات تقريبا، عبارة عن عيادات متنقلة بتيجي للناس في أماكن معينة بحيث أن هم نخدمهم أسبوعيا في كل القرى، كل قرية فيها بنجيلها أسبوع. معانا النهاردة 12 عيادة تخصصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة. عندنا المعمل اللي فيه التحليل اللي بتغطي التخصصات المتاحه اللي بتخدم التخصصات المتاحه، وخصوصا في تحاليل طبعا مزودينها نظرا زي ما قلت كده للدراسه المعموله على القافله اللي فاتت من احتياجات الصحيه للقافله. عندنا الاشعه العاديه والاشعه بالسونار، عندنا كمان الصيدليه اللي فيها الادويه اللي بتغطي كل التخصصات المتاحه. بنبدا الاعداد للقافله من حوالي اسبوع، بنراجع مركز المعلومات وبنراجع كمان قاعدة البيانات اللي عندنا، بان احنا مثلا اخر مرة جينا القرية هنا كان ايه الامراض الشائعة عندهم، ايه الادوية اللي كنا صارفينها بكمية كبيرة فبنبدأ نزودها. طبعا المريض بعد ما بيخلص الكشف بتاعه والتحليل ومثلا لو هيعمل اشعة او اي حاجة، طبعا كل المرضى بتصب عندنا في الصيدلية، فاحنا في الصيدلية بنطبق الاجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي. الحاجة التانية كمان مخصصين شباك صرف حريم وشباك صرف تاني رجال، بخلاف طبعا في شباك لكبار السن لمراعاه ظروفهم باجهزتها المطلوبه. معانا عربيه بطنه سونار، معانا عربيه نسا سونار، معانا عربيات انف واذن مجهزه باجهزتها كامله، زائد عربيات العظام، زائد عربيات البطنه، زائد عربيات الرمد والجراحه والمسالك، كل ديت عربيات متنقله جايه لنا باجهزتها من وزاره الصحه تدعمنا بيها في مبادره حياه كريمه، زائد بنجهز الاماكن اللي جوه بالعيادات النوعيه.